أسماء جديدة، سليف كوليبالي، في بعض الأسماء دخلت على الفريق في السنوات الأخيرة سواء في مركز الوسط المدافع أو في مركز المساك. شايف المنافسة معاهم إزاي؟ وهل لاعب بحجم وقدرات رامي ربيعة بيبقى متخوف جدا من رجوعه من الإصابة، خايف على مكانه في الملعب ولا لا؟ طبيعي، أي لعيب في الدنيا لازم يخاف على مكانه، لازم يخاف على مستقبله، لازم يخاف على التفكير. بالظبط، التفكير مطلوب. يعني حضرتك اكيد في مكانك بتبقى خايف ان حد مثلا يجي ياخد مكانك. كلنا ده طبيعي، ده انت لو ما خفتش يبقى ما يعني ده جزء من الطموح. بالظبط كده، فالخوف ده طبيعي، بس احنا دلوقتي مجموعه واحده، مصلحتي في مصلحه النادي، مصلحه اللعيبه اللي جايه. يعني احنا طول عمرنا اتربينا على النادي الاهلي، في النادي الاهلي اللي جاي ده تبعك مش ضدك، يعني تساعده لو في حاجه. يعني انا شفت امثال كتيره قدامي، ابو تريكه، كابتن وائل جمعه، لا يعني اللي بيجي عليهم بيعلموه، بيوجهوه، اعمل ده، ما تعملش ده، ده غلط، خلي بالك من كلامك، اسلوبك. فانا لما شفت الكلام ده بقت يعني انا مش خايف على مكاني في وجود اللعيبه زمايلي، انما انا خايف على مكاني ان انا اكون متواجد اساسي. انما انا طالما مش متواجد والنتيجه في مصلحه النادي الاهلي واحنا بنكسب، انا بالعكس انا مبسوط. اللعب مبسوط بالمنافسه، ان في عناصر ثانيه مميزه جنبك في الفريق. بالظبط، هو يبقى بينافس على مكانه وانا بنافس على مكاني، وكله يعني اللي هي في مصلحه المدرب. المدرب لما يشوف، قيل انك كنت بتبقى سعيد جدا بالدويتو مع احمد حجازي في الملعب قبل احتراف في انجلترا. بالظبط، لان انا حجازي انا معاهم في المنتخب وانا عندي مثلا 17 سنه. هم كنت انا متصاعد منتخبهم، هو حجازي اكبر مني بسنتين. انا كنت بلعب مع كابتن ضياء السيد، كان هو ماسك المنتخب بتاعهم، كان منتخب 20 سنه، انا كان عندي 18 سنه ساعتها او 17، او هم كانوا المنتخب اللي 19 سنه، فكنت بلعب معاهم بطوله افريقيا. فانا على طول مع حجازي، يعني كان يعني من صغرنا ففاهمين بعض شويه. حجازي بيبقى قريب مني في اللعب، توجيهاتنا مع بعض، فاوريدي يعني احنا الاثنين نفس الدماغ شويه، فبنندمج مع بعض في الماتشات. يعني مش بنحتاج المجهود الكبير قوي ان انت تفهمه. يعني انا بالنسبه لي حجازي اقرب، شايفينك في الملعب اهو، اقرب حاجه قدامنا مع حجازي. يعني اعتقد ان كل لاعب بيبقى فيه طبعا بيقدر يتفاهم مع زمايله، اللاعب المحترف بيقدر يلعب مع اي زميل ويتعاون معاه ويبقى فيه تنسيق بينهم، فاهمين بعض في ملعب. بس بيبقى فيه دويتوهات لها وضع خاص جدا، في لاعب بيبقى هو الاقرب لطريقه لعب رامي ربيعه ومتفاهمين اكتر. هل حجازي كان اللاعب ده؟ حجازي بيكملني، يعني احنا مش متقاربين بالظبط في طريقه الاداء، بس هو بيكملني، يعني في حاجات بتبقى ناقصاني كتير في حجازي، فانا بتكمل بالظبط كده. فاحنا الاثنين يعني مش شرط نبقى نفس الستايل اللعب. يعني هو انا في حاجات كتيره ناقصه، مثلا هو اطول مني شويه، هو اقوى، هو يعني في حاجات احنا بنكمل بعض بيها. هو ده التيم الكوره اللي احنا بنحتاجه، في لعيبه مهاريه جامد. يعني انا مش محتاج اكون مهاري وانا جنبي واحد مهاري، فاهم قصدي؟ انا بقى اكمله بسرعه، اكمله بقوه في الالتحامات واداء دايما في القوه دي. بالظبط كده، فهو انا لو انا عندي نفس القوه او نفس الطريقه بتاعته ممكن ما نتفاهمش مع بعض. لو اتفضل الاثنين المساكين يبقى كل واحد عنده قدرات متفوقه على الثاني، لان احنا بنكمل بعض، ستايلين مختلفين. انا احب كده لان احنا بنكمل بعض، انا ناقصني حاجه هو يبقى شايلني فيها، وهو ناقصه حاجه انا اشيله فيها. لو احنا الاثنين زي بعض، وافرض مثلا يعني حظنا السيء ان احنا الاثنين عندنا نفس الـ المشكله، عندكم دروب او قصور في حاجه معينه، مثلا احنا الاثنين بطاء، او احنا الاثنين قصيرين، او احنا هتبقى مشكله، خلاص مشكله باينه. بالظبط، هتبقى مشكله، انما مثلا واحد قصير واحد طويل، واحد يساعد الثاني كده. انا بالنسبه لي ببسط اكتر لما الاقي حد بيكمل. بعد احتراف حجازي، بعد احتراف حجازي، مين الأقرب للتفاهم؟ مجموعة متميزة جدا موجودة، سليف كوليبالي، أيمن أشرف، سعد سمير، مجموعة من النجوم موجودين، نجيب، كل النجوم الموجودين. هل مطمئن إن المجموعة دي قادرة على تحقيق الطموحات، وإنكم مش محتاجين أسماء جديدة تنضم لكم في الفترة الجاية في خط الدفاع؟ الأسماء الجديدة اللي هتيجي دي بتاعت المدير الفني، ودي بتاعت النادي، دي قرارات النادي. إنما إحنا كجروب، إحنا يعني كلاعيبة على ثقة إن قدراتكم. بالظبط، إحنا لعبنا مع بعض كتير. يعني هو أنا مش يعني عشان قلت إن أنا بلعب مع حجازي يبقى هو ده اللي برتاح له، بس أنا لعبت مع كتير مع سعد، لعبت كتير مع نجيب، سليف كوليبالي لسه ما لعبتش معاه، يعني ما أيمن أشرف برضه لعبت معاه، كان برضه معانا في المنتخب، فإحنا حافظين بعض. بس أنا يعني كنت بشرح لحضرتك إن هو في واحد ممكن يعني يكملك في الملعب، فسعد ونجيب طبعا لعبت معاهم كتير، ونجيب لعبت معاه في نهائي الكاس قدام المصري السنه اللي قبل اللي فاتت، وخدنا الكاس من المصري. سعد لعبت معاه ماتشات كتيره قوي مهمه، منها الترجي، ومنها النجم، ومنها والزمالك، ولعبنا ماتشات كتيره، فاحنا متفاهمين مع بعض. بس اللي انت كنت بتقوله يعني اللي هو انا حجازي بالنسبه لي عشان ايه
من صغرنا مع بعض قوي يعني، وبنتكلم بره الكوره كتير. طيب هل بتطمن جمهور القناه وجمهور النادي الاهلي في كل مكان على خط الدفاع الاهلي؟ شيء احترافي ومحترم جدا، وعهدنا بيكوا دايما نجوم النادي الاهلي انكم بتتكلموا في الامور الخاصه باللاعب وحقوق اللاعب انه يتحدث عنها اعلاميا، زي ما قلت ان الامور الخاصه بالتعاقد او الرؤيه دي بالزبط. شغل مجلس الاداره ولجنه الكره والمسؤولين في النادي، لكن المجموعه اللي عليها المسؤوليه بالفعل عندكم ارتباطات كتيره محليه وافريقيه وان شاء الله دوليه بعد الوصول باذن الله لكاس العالم للانديه. هل بتطمن جمهورنا دلوقتي ومشاهدي القناه انه دفاع الاهلي الجيل الحالي على قدر المسؤوليه وكافي واكثر لتحقيق تطلعات الجمهور؟ هي الحاجه الوحيده اللي اقدر اطمن الجمهور النتائج. انت النتائج، انت دلوقتي بره ملعبك يعني ماتش الترجي زي ده ماتش تقيل جدا بره ملعبك ما دخلش فيك اجوان، ماتشات تانيه بتكسبها ما يدخلش فيك اجوان، فدي حاجه تطمنك، ده دليل ان الدفاع كويس ايا كان بقى، رامي ما بيلعبش، رامي بيلعب، سعد، نجيب، ايمن، كولوبالي، اي حد من المجموعه ايا كان مين، انت النتيجه عندك بتكسب وما بتدخلش فيك جوان، فده يطمنك. يعني انا مش بتكلم بقى ان احنا جامدين ولا لعيبه كلام بالارقام، لا بالارقام، انت عندك ارقام دلوقتي، انت بتلعب بره ملعبك وكسبت 1-0 ما دخلش فيك جوان، مع ان مضغوط طول يعني في ضغوطات من الترجي ده طبيعي وفي ملعبهم لان الموضوع صعب. فانا شايف ان النتائج لا، انت في مصلحتك لان انت بتبين كده ان انت دفاع قوي، فما شاء الله عليهم هم ماشيين كويس جدا وماشيين باداء كويس ويكملوني. يعني انا لما ارجع من الاصابه هتلاقيهم هم شايليني بيساعدوني بيوقفوني على رجلي لحد ما توصل تدريجيا للتوب فورم بتاعتك كلاعب. بالظبط، احنا تعودنا في النادي الاهلي على كده. يعني ما فيش حد بينافس حد انه يوقعه، لا انا ساعدك وننافس بعض ومدرب ليه اللي حقيقي. طيب هرجع لقصه احمد حجازي تحديدا في امر خاص بطموحاتك في الاحتراف الخارجي قبل ما نرجع.